ولي عهده الأمين ما يتقدمونه وما يبذلونه من جهود جبارة لخدمة الأمة الإسلامية بل لخدمة الإنسانية جمعا. والشكر موصول كذلك إلى رابطة العالم الإسلامي وإلى الأمانة العامة وعلى رأس هذا الأمانة معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حفظه الله تعالى. في الحقيقة نحن سمعنا هذه القرارات وهذه التوصيات التي إن دل على شيء إنما يدلنا على العمل الجبار الذي قام به مجموعة من العلماء الخيرين الذين بحثوا هذه المشاكل التي تعانيها الأمة في هذه المراحل. اسمحوا لي أن أقرأ من مسامعكم هذا الحديث الذي باعتباره يمنحنا نحن طاقة من الأمل بأن المستقبل للإسلام مهما يبلغ الفساد وتتكاثر قوى الشر ويتعاظم طغيان أهل الباطل. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل إنسان من تجد لها دينها، أي لإحياء من درس من معالم الدين ومن طمس من أحكام الشريعة وما ذهب من السنن وما خفي من العلوم الظاهرة والباطنة. ونحن لا شك بحاجة إلى تأكيد هذا المعنى ونشره بين الناس حتى نقارن موجات اليأس والقنوط التي عمت بعض النفوس فجعلتها تستسلم للذل والخضوع والخنوع بحجة إننا في آخر الزمان وأننا لا فائدة ولا رجاء من كل جهود الإصلاح. ومما نفهمه من هذا الحديث الشريف أيها العلماء الأجلاء إن تجديد الدين يعني تجديد الفهم للدين وحسن العمل بمبادئه وتطبيق تشريعاته هو المخرج من كل الأزمات، وأن من يستضيء بنور الله ويهتدي بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ الصلاة. والإسلام بمبادئه الصمحة وقيمه السامية خير منهج المهتدى به في إصلاح الإنسان وتقييم الانحراف. إذا أحسن المسلمون التلقي من الوحيين وفق منهج علمي أصيل خطه العلماء الأولون الذين سلكوا منهج الوسطية والاعتدال، فلم يفيدوا عن مبادئه وقواعده المقررة ولم يقدموا الفروع على الأصول الصالحة. وفعلا هذه القرارات والتوصيات التي وصلنا إليها دليل على أننا إن شاء الله ما قدمنا الفروع على الأصول سائدنا الفروع تبارك وتعالى يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.